عارف يا دكتور، لما بنيجي نتناقش هنا في جمله مشهوره جدا، يقول لك ايه؟ الاهلي عنده ميزه انه حتى لو في خلافات في مشاكل محدش بيعرف عنها حاجه. بس انا كمان عايز اعلي شويه واقول هي ازاي ممكن يبقى في مشاكل وقادرين توصلوا بكل هذه النجاحات؟ يعني انا كمان دماغي مش موصلاني لفكره انه ممكن حتى مجلس الاداره ده يبقى عنده مشاكل او اختلافات كبيره. يعني حاسس ان انتوا عندكم دائما وابدا تناغم كبير. انا فاهم صح ولا ممكن اتفضل؟ اسمح لي اقول لحضرتك ان الاهلي ما فيهوش خلافات يا محمد، الاهلي فيه اختلافات وجهات نظر. هاي. وبنختلف على فكره بحته جدا، لكن انا من وجهه نظري هي افضل حاجه للنادي الاهلي. واخويا او صديقي اللي قاعد في الكرسي اللي قدامي او اللي جنبي بيحده بحته، شايف عن وجهه نظر اللي هو شايف برضه انها افضل للنادي الاهلي. يعني احنا الهدف واحد وهو مصلحة النادي الأهلي دائما، فبنختلف اختلافات طبيعية زي كل الأمور، زي أي واحد عنده خلافات مختلفة مع الآخر، لكن خلاف ما عندناش خلافات. ولذلك لما بتنتهي الاختلافات دي لوجهة نظر واحدة بنرى يرى الماجوريتي يعني الغالبية إنها تحسم في هذا الاتجاه، خلاص انتهى الموضوع، لأنها مش خلاف، هي اختلاف نظر لصالح النادي. كلنا حابين النادي وكلنا بنفكر للنادي، فما بنزعلش بعد كده، بتبقى انتهى الموضوع وحسم وبقينا رجعنا تاني زي ما احنا. فما فيش خلافات في النادي الاهلي الحمد لله دائما. انا في مجلس الاداره من 2004، الفتره دي كل في خلاف في النادي الاهلي، دايما في اختلافات، والاختلافات تصب في مصلحه النادي الاهلي. عظيم جدا.